حمدة من زريات رئيس جمعية تيب المغرب. تيب المغرب هي جمعية مغربية اللي رائدة في مجال التربية وتشغيل الشباب عن طريق الرياضة. من 2010 بدينا هذه المسيرة هذه اللي اليوم تقريبا 250 ألف ديال الشباب اللي تستافدوا من برامج جنة، برامج في التمكين، برامج أيضا في التربية في التشغيل، وأيضا روح المقاولة في مجال الرياضة. الجمعية ديالنا اليوم تتواجد في 14 مدينة في المغرب في 8 ديال الجهات، و اليوم 93 فرد عضو في الجمعية ديالنا، مدراء تقنيين وأيضا مدراء ديال البرامج وأيضا عدة مستخدمين اللي تخدموا اليوم في الجمعية ديالنا باش نعطيو واحد لا بروميس اللي اليوم تنعطيوها للأطفال، تنعطيوها للفتيات، تنعطيوها للشباب اللي ما عندهمش اليوم وظيفات، تنعطيوها أيضا للأمهات، للعائلات، وأيضا لجميع الفاعلين اللي تنقصوهم في البرامج ديالنا. هي لا بروميس ديال تكوين بطل الحياة، تكوين بطل الحياة بور نو، لايف تشامبيون، شامبيون دو في. وهو ماشي فورسيمون شاب اللي هيربح اون كوب ولا اون ميداي، مي شاب اللي هيكتسب المهارات الحركيه الفكريه والاجتماعيه باش المهارات هادو يعاونوه في المسيره ديالو المهنيه، في المسيره ديالو الشخصيه، وايضا في المسيره ديالو الرياضيه. دونك كما تعرف عندنا واحد الندوه صحفيه قمنا بالتنظيم ديالها، هاد الندوه الصحفيه اللي عطات انطلاقه ديال السنه الرياضيه ديالنا 2020 2021، وهاد الندوه حضر ليها جميع الفاعلين الاقتصاديين وايضا الفاعلين دو سيكتور بوبليك، ايضا المنظمات الحكوميه، وايضا الشركاء وزاره التربيه الوطنيه والشركاء ديال عده وزارات، وايضا الصحافه الوطنيه وبعض منابر الصحافه الدوليه. دونك هذه الندوه الصحفيه عطينا الرؤية ديالنا، سيدي اون انونسي لا فيزيون ديال جمعية تيبو، وهي نكونو قاطرة للتنمية عبر الرياضة، عبر الرياضة على افق 2030. دونك دوفينيغ لا لوكوموتيف دو سبور بور ديفلوبمون على هوريزون 2030. هاد الرؤية هادي تتماشى مع ليزوبجيكتيف ديال ديفلوبمون دورابل، الاهداف ديال التنمية المستدامة، لي 17 اوبجيكتيف، وايضا تتماشى مع الاستراتيجيه ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس، وايضا عده سياسات دوليه. دونك كيفاش نستعملوا الرياضه كوسيله للتربيه، كوسيله للنمو الاجتماعي، وايضا كوسيله للنمو الاقتصادي، وايضا للنمو ديال التنميه المستدامه ديال البلدان في افريقيا والبلدان بشكل عام. دونك اولا عندنا على واحد البرنامج اللي هو الموروكو بري سكول اولمبيكس، البرنامج اللي يستهدف الاطفال في لي زونيتي بري سكولير في التعليم الاولي، والهدف هو اليوم المغرب عطى واحد العهد وعطى واحد القرار بانه التعليم الاولي يتم التعميم ديالو على افق سنه 2028 في جميع مناطق المغرب، انحاء المغرب. وحنا كجمعيه شفنا بانه الرياضه والاكتيفيتي فيزيك ادابتي ستكون بريزونت حاضره في هذا المجال في هذا التعليم الاولي. دونك هذا البرنامج هذا يحفز المكونات ديال التعليم الاولي باش يمكن لهم يديفو الاكتيفيتي فيزيك اي سبورتيف ادابتي في لو كوريكولا ديالهم، وهذا الشيء يجعل الاطفال من ابارتيغ دو 2 ans يمكن لهم يكون عندهم الحق في الرياضه. دونك هذا سي ان بروغرام اللي تنطمحوا يتمم على افق 2028 بيان سور افيك لا بارتيسيباسيون ديال المينيستير دانتيريور والمينيستير ديدوكاسيون ناسيونال. كاين ايضا برنامج هو برنامج الفرصه الثانيه، مدرسه الفرصه الثانيه من الاجيال الصاعده، البرنامج اللي اليوم تكون اول مدرسه ديال الفرصه الثانيه من الاجيال الصاعده اللي متخصصه في المهن الرياضيه. دونك هذا البرنامج غيكون للشباب والاطفال من 15 حتى 20 سنه اللي ما توفقوش في الدراسه ديالهم، ولكن عندهم واحد لو بوتونسييل في الرياضه وبغاو يوليو دي كوت سبورتيف ولا بغاو يخدمو في المهن الرياضيه. دونك البرنامج تعطي الحق للشباب باش يكون عندهم واحد التكوين لمده سنه، لمده سنتين، سا ديبون دو لاج،
الشباب يتقنوا في مجال اللغات، في مجال ايضا التكوين الرياضي ولو كوتشينغ دو سبور، في مجال تو سكي ديجيتال ميكروسوفت، في مجال ايضا لونتربرونيا، في l'éducation financière. En même temps, il y a des gens qui ont été dans l'industrie du sport. Et à part ça, il y a ce qu'on appelle on va dire une insertion professionnelle, ou un mois d'abord, mais je suis dit que nous avons été dans l'amel. Les partenaires d'Enda, donc on a fait un talahoum, bien fait jamais aujourd'hui les entreprises dans l'industrie du sport, ou lieu des entreprises. تي يعطيو الفرصة للشباب باش يمكنو يديرو التجارب المهنية، وأيضا تعطيهم فرص عمل و دي فوا أوسي دي زوبورتينيتي دو فينانسمون باش يبداو لي بروغرام ديالهم. كاين أيضا برنامج اللي يدمج فور إيكول بلاي، دونك هذا البرنامج تيستهدف الشباب والأطفال الكراسي المتحركة. الهدف هو نعطيهم الحق باش يديرو الرياضة بواحد الشكل منتظم، وأيضا نواكبوهم من سن ديال 18 16 سنة، وبيان سور تل بعد بعد لونيفرسيتي باش يكونوا عندهم فرص وحد باش يكونوا يدخلوا لسوق الشغل، دونك تنستعملوا الرياضه كوسيله باش نديفلوب ننميو القدرات وايضا المهارات ديال هاد الشباب اللي اعاقه حركيه، باش يكون عندهم لي كومبيتونس ديال كومبيتونس دو 21 سيكل. دونك هادو برنامج من غير البرامج اللي تنديرو كبرامج برامج مراكز تيبو لكرة السلة وأيضا لكرة القدم في تطوير المهارات الحركية الفكرية والاجتماعية. دونك اليوم عندنا 19 مركز، عندنا على مركز بمناسبة اليوم العالمي للفتاة بالشراكة مع لي زومين عندو الماس، وهاد المركز هذا تعطي الحق ل 100 طفلة بين 8 حتى 12 سنة باش يكونوا عندهم واحد البرنامج ديال كرة القدم بطريقة منتظمة كل الأربعاء السبت والأحد، وأيضا برامج اللي تتعطيهم الفرصة باش يتعلموا اللغات الأجنبية، وأيضا تو سكي ستيم سيونس تكنولوجيا انجينيوري مات. وعندنا أيضا على أول قمة ديال التربية عن طريق الرياضة في أفريقيا، القمة اللي تكون بين 3 حتى 6 أبريل 2021، اللي تعطي الفرصة ل 8000 فاعل من افريقيا، من اوروبا، من امريكا، من اسيا، باش يمكنهم يحضروا هذه القمه اللي اولا تعطي لا بلاس دو سبور كوم اون نيسيسيتي انستيتيوشنيل اي ايدنتيتير، وكيفاش الرياضه تكون واحد تكون حاضره في النموذج التنموي الجديد كسوا في المغرب والبلدان الافريقيه، عن طريق عده ورشات اللي تنظموا ورشات في مجال لا فام دون لو سبور، التنمية عن طريق الرياضة، وأيضا التغيير الإيجابي عن طريق الرياضة، وأيضا الابتكار عن طريق الرياضة. يكون أيضا واحد لي بروغرام ديال تو سكي سبورتس إدوكيشن هاكاتون، دونك لي جون اللي بغين يستثمروا في الرياضة نشجعوهم عن طريق التمويل اللي يجعلهم يبداو واحد لو بروغرام سور ليدوكاسيون بار لو سبور. وايضا غيكون واحد اليوم اللي غنخدموا على واحد لو بلي دوايي اللي هي يدافع على الرياضه في المجال ديال البري سكولير، في المجال ديال البريمير، لو سبور بري ديفي. ويكون ايضا عده انشطه اللي نحتفلوا ايضا باليوم العالمي للرياضه من اجل السلامه والتنميه. دونك هادو هما لي زامبيسيون ديالنا. جيني تيبو اليوم عندنا 19 مركز في المغرب في 14 مدينة، وهاد المراكز اليوم تعطيو الفرصة ل 4500 طفل باش يمكنهم يمارسوا الرياضة، وأيضا يتعلموا المهارات الحياتية عن طريق الرياضة. وتقريبا 0% ديال الشباب اليوم الأطفال في هاد البرامج تدير زيرو أبوندون سكولير، 88% اليوم حسن النقاط ديالهم المدرسية. عندنا أيضا البرامج ديال التشغيل عن طريق الرياضة اليوم تقريبا اكثر من 30 ولا 40 شاب في لا بروميير بروموسيون اللي بداو تيلقاو فرص عمل ديالهم مالغري هاد لا سيتواسيون ايكونوميك، لا سيتواسيون ديال لو كوفيد 19. اي اوسي كاين البرامج اللي غنعلنو عليهم وفوق 2021 اللي ايضا يعطوا الفرصه للشباب اللاجئين، المغاربه اللي ماروكان دو روتور،
لي ريفوجي لي ميغرون باش يمكنهم يكونوا ايضا يستافدوا من البرامج ديالنا، سواء البرامج ديال التشغيل عن طريق الرياضه وايضا التربيه عن طريق الرياضه. على افق 2023 عندنا واحد لوبجيكتيف هو ندوزو من 19 مركز ل 60 مركز، ونعمو المراكز ديال التيبو في 12 مملكه في المغرب. دونك حنا خدامين على هذا لوبجيكتيف هذا بشراكه مع وزاره الداخليه وايضا وزاره التربيه والتنميه. وهذا البرنامج هذا تيعطي اولا الفرصه للشباب باش يكون عندهم الحق باش يمارسوا الرياضه بشكل ابتدائي 3 مرات في الاسبوع، وايضا يتعلموا واحد لي كومبيتونس اللي تفيدهم الغد في المسار ديالهم المهني وايضا المسار ديالهم الشخصي. هذا الوباء اثر بزاف على لو سيكتور ديال السبور ديال الرياضه، وحنا من 16 مارس خدينا واحد عده قرارات. اولا كاع المستخدمين في الجمعيه ديالنا حافظنا على لو جوب ديالهم، على المسالير ديالهم، سا سي ان لانه مهم اون راسور كاع الناس اللي خدامين في الجمعيه. ثانيا وهو البرامج ديال التشغيل عن طريق الرياضه، وزعنا جميع الشباب اللي تيستافدو من هاد البرامج دي تابلت اي دي زوتي انفورماتيك دي زونجستمون دي كونيكسيون واي فاي باش يمكن لهم يواكبوا ويكملوا البرنامج ديال التكوين ديالهم عن بعد اترافير اون بلاتفورم اي ليرنينغ. كاين ايضا برامج ديال التربيه عن طريق الرياضه، قمنا بخلق واحد لو غيد اللي هو سميتو صحتي في رياضتي. هاد لو غيد هذا عطى فرصه لتشجع الاطفال باش يمكنهم يديفلوبيو واحد لو مود دو في سان اي اكتيف توت اون ريستون على ميزون. دونك هاد لو غيد هذا تعطى للاطفال ديالنا في قلميم، في طنطان، في حسيمه، في الفنيدق، في نادو، في انسكان، في اكادير، في مراكش، في اسفي، في محمديه، في دار البيضاء، في عده مدن مغربيه، في قنيطره ايضا. وهاد لو غيد هذا بيبين بانه اليوم خصنا نواكبوا اكثر الاطفال والعائلات في اللي هما في حالات هشه اللي سون بريكاريتي، لانه بعض المرات ما تيكونش عندهم اكسي لهاد لي زوتي انفورماتيك، اكسي الانترنت، و باش ما تكونش لي زينيغاليتي، يكونوش هاد التفارقات الاجتماعيه بزاف، خصنا نحاولوا نقربوا ليهم هاد لو جونغ دوتي، هاد لو جونغ دو بروغرام، باش يمكنهم يتواكبوا مع التطور ديال البلد، التطور ديال العالم. وهادشي اللي تنخدموا عليه في هاد السنوات، في هاد السنة 2020-2021 وأيضا في السنوات المقبلة. ألوغ في اليوم عندنا كاملين تنواجهوا هاد الوباء كوفيد 19، مهم نتبعوا تو لي كونسين ديال وزارة الصحة وأيضا السلطات المحلية، ومهم نديروا رياضة في هاد الوقت. الرياضة هي مهمة باش نطوروا أولا الجسم ديالنا، ونطوروا أيضا الذهن ديالنا، ويكون عندنا واحد السيستيم إيمينيتيغ إمبوغتون. إي الدور ديال الرياضة ولا لو فات دو فير دو سبور ما تيبقاش غير اون سال دو سبور، سيتيغ لا سال دو سبور مهمة، لأنه لا سال دو سبور تلقاو مدرب، تلقاو أيضا واحد لو كادر، ولكن اليوم نقدروا نديروا الرياضة في المنزل ديالنا، نقدروا نديروا الرياضة في اون بلاص حدانا في الحي ديالنا ولا في البولفار. اي دونك سي امبوغتون اليوم باش نديروا الرياضة في هذا الوباء، لأنه غتلعب دور كبير في ندير لو ديفلوبمون كو سوا فيزيك مي اوسي بيرسونيل ديال الشخص. الوغ كلمة أخيرة للشباب، أولا خصنا يكون عندنا واحد الطموح في هاد الفترة هادي، لأن هاد الفترة صعيبة وفترة صعيبة في العالم كامل، دونك خص يكون عندنا واحد الطموح نكملو المشاريع اللي بدينا، نكملو الخدمة اللي بدينا، مخصش لو كوفيد 19 يرجعنا للور. Et Black, ça nous donne comme une opportunité pour voir les choses autrement. Et nous, l'alam réside, on réside des arbres, donc la complexité, tu connais Mzef. Et donc, qui fait que nous sommes en train de nous faire des choses, nous sommes en train de nous faire des choses, nous sommes en train de nous faire des choses, nous sommes en train de nous faire des choses, nous sommes en train de nous faire des choses.
وبيان سور الشباب اللي باغيين يديروا الرياضه ولا باغيين يلتحقوا بالجمعيه ديالنا تيبي المغرب. عندنا صفحه رسميه ديالنا في الفيسبوك تيبي ماروك، وايضا لو سيت انترنيت ديالنا www.tibu.ma. تنفتحوا الابواب ديالنا للشباب اللي باغيين يتخرطوا في الجمعيه ديالنا. إلى عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق، دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.